معلش انا صورت الحلقة ونسيت الجملة اللي بتتقال في الاول، يبقى اعمل لي لايك واعمل لي سبسكرايب في القناة لو انت اول مرة تشوفني. ومعلش بقى لو انت زملكاوي، لو انت ترجاوي ما تزعلش، ولو انت زملكاوي مبروك، هي الدنيا كده. يلا بينا نخش نشوف هنقول ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطل افريقيا الترجي مرتين ورا بعض يودع البطولة على يد بطل الكونفدرالية والسوبر الافريقي نادي الزمالك. الحقيقة بدون الدخول في تفاصيل كتيرة، بصوا بلغة الكورة كده، في نوعية معينة من الحكام او طريقة معينة من التحكيم انا شخصيا ما بحبهاش، هي صح ونموذجية بس مش لطيفة. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، بس هي مش حرام لكنها مش مستحبة. يعني اللي نقصده ايه؟ الطريقة دي في التحكيم زيها بالظبط زي طريقة بكاري جسامة في التحكيم. انا بما ان انا اهلاوي ففرصة بقى ان انا اتكلم عن القصة دي دلوقتي، لا انا فرقتي كسبانة ولا خسرانة بسبب حكم، ففرصة ان الواحد يقول اللي عنده وفرقته مش هي طرف في الموضوع. الطريقة دي من التحكيم بتخنقني وانا بتفرج، انا لا انا زملكاوي ولا انا تونسي. فالفكرة في الاول وفي الاخر ان لما يبقى الحكم بالطريقة دي وبالاسلوب ده بيخلي الماتش مقرف، الواحد ما بيبقاش هو بيتفرج ما بيبقاش مبسوط. يعني انا عايز اقول لكم ان المباراة اللي زي دي ما بيستلذش بيها ولا بطعمها اي حد غير اللي بيشجع الزمالك والترجي بس بدافع الانتماء مش اكتر من كده. يعني لما يبقى واحد مثلا بيشجع الوداد ولا الرجاء وبيتفرج على ماتش زي كده ما بيحسش باي نوع من انواع المتعه بسبب الطريقه التحكيميه دي. اي لمسه بخطا، اي لمسه بفاول، اي حاجه وقف الملعب، الانذارات بتطلع كل فين وفين، الحكم بيطلع كسبان، اللي بيطلع من المباراه دي كسبان هو الحكم في السيف سايد، بيلعب على المضمون، ما بيسيبش اي التحام، ما بيسيبش اي حاجة. بس يعني المهم دي الحاجة اللي حبيت اقولها الاول على الحكم قبل ما اخش في قصة المباراة. التشكيل اللي ابتدى بيه الترجي نقدر نقول انه ابتدى بيه مضطر، لانه زي ما احنا عارفين فرض عليه نوع من انواع العقوبات على 3 لاعبين من الفرقة واتنين والمدير الفني والمساعد بتاعه، لدرجة ان اللي كان الجهاز الفني المدير اللي بيقيد المباراة النهاردة هو الجهاز اللي خاص بالناشئين اعتقد. فلعيبة الترجي نزلت بتشكيل هم مضطرين عليه. معلش هبص اشوف التشكيله بالظبط كانت ايه. كان بن شرفيه في حراسه المرمى، قلبين دفاع مميزين الحقيقه، محمد علي اليعقوبي وعبد القادر بدران، اتنين لعيبه كويسين جدا. بالمناسبه عبد القادر بدران ده لعيب هايل قوي، لعيب كوره يعني. ايهاب المباركي وحسين ربيعي على الاطراف، نص الملعب بونسو وفوسيني كولوبالي، والثلاثه اللي تحت اوتاره كانوا الهوني وبن شوق وبلال بن ساحه. تشكيله زي ما بقول لكم الترجي مضطر عليها لانه ما عندوش بدايل، ما عندوش حاجه يقدر يعملها. من زمان واحنا عمالين نقول ان هو بايع نص الفرقه، وكان عند جمهور الترجي قصه ان الترجي بمن حضر، وانا ما كانش عندي اعتراض على هذه الجمله لكنها بالبلدي ما بقتش تاكل عيش. يعني انت ما تجيش تبيع فرقه مهما قلت من اسامي صعب جدا تعوضهم وبتطالبهم بنفس النتائج ونفس الاداء، مفيش الكلام ده. بالاضافه لان في حاله بالعربي كده، حاله من التصيد من الاتحاد الافريقي للترجي، رضيتم ام ابيتم، سواء بتشجعوا الترجي او ما بتشجعوش، انا جوايا احساس بهذا الامر ان الاتحاد الافريقي ما بيصدق يلاقي غلطه للترجي عشان يمسك عليها. في حاجات ينفع تتعدى وتتفوت وفي حاجات بيمسك فيها وما بيعدهاش. فمن هنا ورايح السنة ولا السنتين اللي جايين هيبقى نفس الأمر في التعامل مع الترجي. يمكن يكون ليهم ذنب في الموضوع أو يمكن ما يكونش ليهم ذنب، لكن هو ده الواقع وهو ده اللي هيحصل. كارتيرون بقى هايل، بقى عارف يتعلم من أخطاء كويس قوي. أعتقد إنه الدرس اللي خده مع الأهلي في ماتش الترجي في رادس اللي اتغلبناه 3-0 درس من أهم الدروس اللي ممكن تعد عليه في حياته واللي ابدا مش هينساها واستفاد منها بشكل كبير جدا. التشكيل اللي ابتدى بيه الزمالك كان طبعا محمد ابو جبل حراسه المرمى، قلبين الدفاع الونش ومحمود علاء اللي متفاهمين بشكل كبير جدا، عبد الشافي على الشمال، حازم امام على اليمين، قلب الملعب فيه فرجاني ساسي وطارق حامد المتفاهمين جدا، وعد معايا عدد المتفاهمين في الفرقه هتلاقيهم كتير قوي. زيزو، اوباما اللي رجع بعد اصابه، بن شرقي اللي كان مختفي النهارده، واحسن مهاجم في مصر مصطفى محمد اللي تقريبا الخطه دي قايمه عليه، لان راس مال كارتيرون هي الكور العاليه والطويله،
والخطه دي كانت هتفشل تماما فشل لو ما كانش في حد زي مصطفى محمد اللي كل الالتحامات اللي فوق يا بياخد منها خطا يستفيد بيه يا اما بيكسب الالتحام الهوائي في حزب، في حين ان هو بيلعب على اتنين لعيبه اقوياء وطوال زي محمد علي اليعقوبي وبدران. لكن خلوني اقول لكم ان هدف للترجي في الدقيقه الثالثه من ضربه جزاء مين في الدنيا كان يقول ان ممكن الهدف ده يبقى عائد سلبي؟ انا قلت بقول لكم ان الهدف اللي جابه لعيبه الترجي بدري بقى سلبي على لعيبه الترجي. ليه؟ لان الجمهور كان عنده حاله غليان من بدري، والجون ده لو ما كانش جه كانت الجمهور ده هيفضل شغال معاهم. انا حسيت ان رتم الجمهور هدي بعد الجول، حسيت ان اللعيبه حست ان هي عملت اللي عليها، هديوا هما كمان. شوط اولاني بالنسبه للزمالك نموذجي نموذجي 10 على 10، لو ما كانش دخل فيهم الجول، لو ما كانش ضربه الجزاء دي جت كان هيبقى مباراه نموذجيه لكارتيرون في الشوط الاولاني. هي بالفعل نموذجيه لانك ما تقدرش تقول ان محمد ابو جبل راح عليه اي حاجه في الشوط الاولاني، يا دوبك هي مناوشات من بلال بن ساحه بس والباقي كله مش موجود. عندي ملاحظه على بونسو اللاعب اللي بيلعب في نص ملعب الترجي، هو للاسف لاعب مش لايق على المنظومه دي، هو لاعب موظف ما بيعملش اي حاجه غير انه واقف بس تجيله ويسلمها بالعرض، مش ايجابي اطلاقا. حتى تمريراته اللي بيلعبها للامام فيها نوع من انواع الريسكي المخاطره، هي نفس التمريرات اللي اتقطعت منه واحده منهم في السوبر ارتدت لبن شرقي جاب بيها جول. هوايته انه يلعب الكوره من بين الاثنين اللعيبه بتوع الزمالك من جنب رجلهم مباشره، ده الكلام ده لو اصلا قرر يلعب قدام، انما كورته كلها للخلف ويا دوبك واقف بس بيلم الكور الثانيه. انما في مباراه زي كده كان الترجي نحتاج لعيب كرياتيف شويه في نص الملعب يبقى عنده رؤيه اكتر من كده. كنت حاسس ان كولوبالي اللي كان موجود النهارده بالبلدي كده طيب غلبان، ما كنتش شايف فيه اجريسيف، ما كنتش شايف فيه اللعيب اللي يقدر يبقى حلقه الوصل بين بين الخطوط. اما الناحيه الثانيه بقى لعيبه الزمالك كان كلهم كلهم ما شاء الله النهارده كانوا كويسين، كلهم في التوب فورم. الماتشات اللي زي كده لما يبقى فيه لعيب واقع في الفرقه اللي زي الزمالك الفرقه تخسر، لكن النهارده كلهم كانوا كويسين. الشوط الثاني نفس الامر، ما حسيناش باي حاجه مختلفه في الترجي. كارتيرون ودى الترجي للحته اللي هو عايزها، انا هلعب بالريتم بتاعي واي وقت يجي لي فرصه امسك كوره وانقل هعمل كده، بكسب وقت بدي ثقه للعيبتي، وطول ما الكوره معايا مش هيجي فيا جون منطقي. في واحده بقى ودي بالنسبه لي اهم لقطه في المباراه، تصدي محمد ابو جبل للكوره اللي اتشاطت عليه من حمدي الهوني في الدقيقه 69، رياكشن عظيم، كرة صعبة جدا جدا. فونسو كولوبالي كان واقف قدام ابو جبل وحاجز عنه الرؤية، ومحمود علاء ومدافع تاني من الزمالك بيعملوا الاعتراض على التسديدة بتاعت الهوني، تعدي من ده كله وتنزل في اخر زاوية في الحتة اليمين للمرمى وابو جبل يمسكها. انا تأكدت تمام الثقة ان بعد الكرة دي الزمالك مش هيخسر. كنت متوقع ان الزمالك يحاول يلعب على الطريقة الترجوية القديمة او الطريقة الشمال افريقية القديمة اللي هي محاولة تضييع الوقت على قد ما يقدر، وعملوها بشياكة وعملوها بالصياعة. هي الكورة كده، طول ما انت كسبان بتعمل اللي انت عايزه، وطول ما هي ماشية معاك بتمشي ومحدش بيعرف يوقفها. والزمالك راكب على الترجي ومستقر ونفسيا قبل ما يكون فنيا. الزمالك لعب الترجي 3 ماتشات، يكسب المرة الأولانية 3-1 والمرة الثانية 3-1 والماتش الثالث بيلعب على قد ما هو عايز ويخسر 1-0 وخد اللي هو عايزه من الجيم وصعد. الزمالك بيلعب لو جينا بصينا كده على الـ على الـ على السكة بتاعته في البطولات القارية من السنة اللي فاتت، لا هو ماشي كويس. الزمالك واخد الكونفدرالية، الزمالك واخد السوبر الإفريقي، الزمالك بيتأهل من مجموعته مع مازيمبي ويصعد يلاعب بطل القارة مرتين ورا بعض واللي كان بيلعبه في السوبر الافريقي ويكسبه ويتأهل على حسابه، والزمالك نفسيا كويسين وماشيين كويس. بس بالمستوى اللي انا بشوفه من الزمالك ده معرفش اذا كان هيقدر يكمل ولا لا، بس هتبقى متوقفة على الفرقة اللي الزمالك هيلعبها الماتش الجاي سواء الرجاء او مازيمبي. بتمنى طبعا ان شاء الله توفيق للرجاء، انا بشجع الرجاء او بحب الرجاء، فاتمنى ان الرجاء يكسب بكره ان شاء الله. على العموم انا بس حبيت اقول ان ماتش النهارده بالنسبه لي ما كانش مفاجاه، لان انا كنت متوقع هذا الامر من امبارح او من الحلقه اللي فاتت لما كنت بقول ان الترجي مش هيصعد، هيكسب 1-0 او 2-1 بس مش هيتاهل. وكنت قايل حاجه لجمهور الترجي من فتره، مش عارف اذا كنت هحطها لكم في الحلقه دي ولا لا، اعمل ولا هعمل حلقه خاصه للترجي لوحده قدام، بس كنت بحذر فيها جمهور الترجي من انهم يتغروا شويه
من السيناريوهات اللي كانت بتمشي معاهم بانهم خدوا البطولة مرتين ورا بعض، ثم اللوحة اللي اترفعت في مباراة الرجاء، اعتقد ان افريقيا تحت السيطرة استفزت ناس كتيرة قوي، ومنهم الاتحاد الافريقي على بالمناسبة، لان اعتقد ولسه بكرر رأيي ان الاتحاد الافريقي حاطط الترجي شوية في دماغه بسبب الموقف الاخراني اللي كان حصل في مباراة الوداد السنة اللي فاتت، اللي كان فيها موقف مش لطيف للاتحاد الافريقي. ف هحاول احط الجزء ده دلوقتي، بس ما اعتقدش، انا بفكر ان انا اعمل حلقة مخصوصة للترجي، نشوف ليه الترجي يخسر بطولتين في اسبوعين من الزمالك. بس انا ده اللي حبيت اقوله بشكل سريع على مباراة الزمالك والترجي، اللي الزمالك قدر ان هو يتأهل فيها على حساب الترجي للدور قبل النهائي في انتظار الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبيا الكونغولي، اللي مباراة الذهاب بتاعتهم انتهت 2-0 في كازابلانكا، وبكرة في الكونغو المباراة التانية هتبقى الساعة 3 بتوقيت القاهرة. بالتوفيق للرجاء، مبروك للزمالك، هارد لك للترجي، وان شاء الله بكرة الاهلي بإذن الله يعملها ويصعد، ونشوف كمان مين اللي هيصعد من الوداد والنجم الساحلي. نورتوني يا شباب وشرفتوني، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، ونكررها مرة تانية، مبروك للزمالك وهارد لك للترجي، شوفوا وشكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.